باش نشوف العنوان غادي تكون ميك اب ديال العوده للمدرسه، ماشي المدرسه ولكن البنات اللي كيقراو في الليسي، البنات اللي يلاه طالعين للجامعه او حتى البنات اللي كيقراو في الجامعه بحالي انا، دونك يقدروا يديروا هذا الميك اب هذا. وامم طوم بغيت ندير لكم جيرلز تاك، تعاودوا كما كنقولوا لكم البنات حطوا لي دي سوجي نهضر فيهم في الانستغرام، وحطوا لي بزاف ديال لي سوجي، فغادي نحاول انني نخدم ميك اب ونوريكم شنو غادي ندير في الميك اب، وامم طوم نشدوا الشيخه، فهمتوا يعني حديتو مغزل. المهم الا كنتي جديده في القناه ما تنساش انك تشتركي في القناه وديري جيم وديري داك جرس. المهم لا ما نخاف عليك، نبداو في لا فيديو. ديالي اللي كنعتمدو في الجامعه، دونك ميك اب اللي هو سامبل كنت كنعتمدو اللي كنت في الليسي حتى الجامعه، كان كيعجبني بزاف وباقا كنديرو لحد الان، غير لي برودوي اللي كنبدلهم. وصافي البشره ديالنا خصها تكون مرطبه 100%، كونوا محيدين الشعر في وجهكم، ثاني حاجه تكونوا مرطبينها، ثالث حاجه الا كنتو غادي تخرجوا في النهار ضروري البنات ديروا ليكرون، ضروري ضروري شي حاجه ما يمكنش تستغناو عليها. البنات لاكريم اللي كنرطب بها وجهي اللي هي هذه سميتها لاغوش بوزي بومبي 5، البنات ليكرون هو هذا ديال اس في ار، حتى هو زوين بزاف، دونك هاد الزوج هادو ما كنستغناش عليهم. كترطبوا وجهكم كتجلسوا واحد ربع ساعه، ومن بعد كتزيدوا ليكرون، اولا الا كنتو زربانين كترطبوا وجهكم وكتزيدوا فوقو ليكرون. وحاجه اخرى البنات اللي هي الترطيب ديال لي ليفغ، نرطب لي ليفغ ديالي بهاد لي بالم ديال كارميكس. دونك فوالا البنات، هذا البنات ما كاينش في المغرب، كنصيفطاتو ليا واحد البنت عندها واحد الباج انستغرام. في الوقيته ديال البرد كيكونوا لي ليفغ مقشرين، خصنا ضروري 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 نرطبوا لي ليفغ ديالنا، فهذا البنات ضروري. والحاجه البنات غادي نبدا بها اللي هي هاد الصابونه ديال الحواجب، البنات ديال اسونس، دونك زوينه عجبتني بزاف، كتفيكسي مزيان الحواجب. هاد الحاجب هذا فيكسيتو، وهذا باقي غادي نفيكسيه معاكم. البنات هنا فيها صابونه، وهنا كتجي فيها البراش هادي، كديروا البنات واحد شويه ديال الماء هنا في هاد لابغوس هادي، وكديروا بحال هكا داك الصابون اللي كاين هنايا، وكتفيكسيو به الحواجب. عرفتوا كيبقاو الحواجب مفيكسين النهار كامل ما كيتزعزعوش. دونك هذه هي البنات اللي لقيتو بحالها، خدوها زوينه. كتبتوا لي البنات بزاف ديال الاسئله، غادي نحاول نختار شي واحد. واحد البنت سولاتني قالت لي اي حاجه كتخص البنات في لاج 16 19 كوز هما اكثر وحدين محتاجين دي كونساي في داك لاج. المهم غادي نطرقوا لهذا السؤال هذا، وغادي اون ميم طون نتراسي حجبالي معاكم. دونك باش كنتراسي حجبالي بهذا لو جيل هذا، راه ما عرفتش السميه ديالو، خديته من عندهم الماكياج. دونك جيل جاي مارون، ما عرفتش واش كتشوفوا ولكن جاي قهوي. هانتوما نديرو هنايا، شوفوا كيفاش داير اللون ديالو. دونك غادي نتراسي بحواجبي هكا خفاف، دونك كنبدي من التحت ومن بعد كنبقى نعمر هاد الجهه ديال البنات. انا ما كنقرب لهاش، كنبغي نبين غير لا فورم ديالهم. دونك بالنسبه للبنات ديال 14 15 16 المهم 17 كيكونوا عاد يلاه في سن المراهقه، ما كيكونوش عارفين شنو يديروا. بزاف ديال البنات ما كيلقاوش شكون اللي ينصحهم، دونك انا بغيتكم تسمعوني مزيان وتحلي معايا ودنك يا اختي. طالع الكوليج طالع الليسي، دونك غادي تخوي راسك كاع من داك التبرعيش ديال الريلاسيون ديال الصحابات، كثرت الصحابات، البلانات الخاويين، يعني بلا ما نزيد نتعمق لكم في الاعماق. دونك البنات انا هذاك الشيء كنسميه تبرعيش، ومن بعد غادي تندمي عليه، من بعد فاش غادي تسالي الباك وغادي تطلعي لافاك غادي تندمي على بزاف ديال الحوايج كنتي كديريهم، تبقى تقولي شنو كنت كندير. دونك خلي الصوره ديالك نقيه في الكوليج اولا في الليسي اللي كتقراي فيه، ما تصريش عليك بنادم، ما ديريش صحابات بزاف، ما تثقيش بزاف، ديها في قرايتك. هادشي اللي نقدر نقول لك، دوها في قرايتكم، دونك فوكسيو في قرايتكم، حيت في هاد لاج هذا ما عندك ما ديري بشي ولاسيون. بنات هاد لاج هذا راه مهم بزاف، وحتى ديك لا بيريود ديال القرايه ديال 5يام 6يام الباك كتكون مهمه، دونك هي اللي كترسم لك المستقبل ديالك كما كنقولوا. فمشوش البنات ماشي حوايج اللي غادي تندموا عليهم من بعد، دونك قلت لكم داك التبرهيش غادي تندموا عليه من بعد. فاللهم ديها في قرايتك، يكون عندك واحد جوج صحابات ولا ثلاثه كتخرجوا مع بعضياتكم وتبدلوا الجو، ولكن القرايه ما تسمحوش فيها. فاش غتكبري وغتعرفي الصح من الغلط كما كيقولوا، وغيكون عندك العقل بعدا باش تفكري، ديك الساعه انت غتختاري الموجه اللي كتكون غاديه ما تتبعوهاش، خصك
تكون عندكم واحد الشخصيه ديالكم بوحدكم، تكون الصوره ديالكم زوينه في داك الليسي اللي كتقراو فيه اولا في الكوليج، كون ضروري يكون عندكم صحابكم اللي كيكونوا كيقراو مزيان اللي كيموتيفيوكم، شي صحابكم اللي غادي يخرجوا عليكم. كتلقاو بنت كانت كتقرا مزيان وفا كتصاحب مع شي كليكه ديال البنات ما كتبقاش تقرا مزيان وكتخرج الطريق. الشيء اللي نقدر ننصحكم بالنسبه للبنات المراهقات ممكن يديوها في قرايتهم، مكاينش شي حاجه اهم من القرايه. من بعد فاش غادي تاخدي الباك ديالك ارا ما تخرجي، ارا ما تعرفي على ناس جداد، حتى العقل ديالكم غادي يتبدل. غير شوفوا البنات العقل ديالكم ديال العام اللي فات مع هذا العقل هذا ديال هذا العام راه لا علاقه، دونك ما ديروش شي حاجه اللي غادي تندموا عليها. بعد البنات غادي نقي الحواجب ديالي بلونتي سيرن، لونتي سيرن اللي كندير اللي هو هذا ديال اسونس، كون شاركته معاكم في واحد الفلوغ غادي نحط لكم لا باج مين كناخد لي برودوي ديال اسونس هكا الا بغيتو تاخذوهم حتى نتوما. نقيت هذا الحاجب هذا كما قلت لكم، كتحطوا واحد شويه ديال الكونسيلر هنا في يديكم وكتاخذوا شي براش تكون بحال هكا وكتنقيو التحت ديال الحواجب ديالكم هكا، كتبقاو غاديين مع داك الخط الابيض اللي كاين تحت الحواجب وفولو هنا ما تكثروش بزاف ديال الكونسيلر باش ما يجيش معيق. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه هنا وهنا البنات البيوتي بلاندر هاد الصغيره هادي، وغادي ندمج هاد الشيء وتحاولوا البنات ما تدخلوش بداك الكونسيلر في حواجبكم. وبالنسبه للبنات اللي ما كيطاسوش حواجبهم فتقدروا تستغناو على التراساج ديال الحواجب غير تنقيهم بالكونسيلر فكيجيو حتى هما زوينين. انا البنات شي مرات ما كنطاسيش حواجبي باش كنكون زربانه ولا باش ما كيكونش عندي المود، غير كنقيهم بالكونسيلر وكيجيو زوينين. نتوما البنات السوجي اللي غادي نهضروا فيه من بعد اللي هو الثقه في النفس، وبزاف منكم اللي سولتوني عليه، دونك غادي نبدي نخدم عينيا وميم طون غادي نهضر لكم على كيفاش تكون عندكم الثقه في النفس. داكشي باختصار حيت الا جيت نهضر لكم على الثقه في النفس خصني فيديو طويل ومفصل نلخص لكم داكشي غير اون بغيف. البنات غادي نماتيفي هاد لا بوبيير هادي حيت درنا الكونسيلر خصو شي حاجه باش يتبت، دونك غادي ندير هاد لا بودغ هادي ديال ابسوليت نيويورك كتجي صفراء، دونك اي بودغ عندكم في الصفر بانانا باودر تقدروا ديروها. دونك غادي نديرها هنايا وهداك الشيء اللي بقى لي غادي ندوزو حتى على الحواجب بحال هكا باش دوك الحواجب يتغبروا واحد شويه ويبقاش يبان داك اللون كيخلع، فهمتوا؟ فوالا البنات هانتوما ماتيفيت لا بوبيير ديال العين. وباش غادي نخدم العينين بهاد لاباليت هادي ديال اسونس الجديده ديالهم يمكن، دونك حتى هي البنات ما عرفتش واش تقدروا تلقاوها هنايا. غادي البنات نقول لكم لي كولور اللي غادي نخدم بهم، دونك غادي نخدم بهذا من بعد غادي نخدم بهذا وغادي ندير واحد شويه ديال الجليتر من هنا. دونك فوالا الثقه في النفس السر ديالها شنو هو؟ هو انك تكوني كتبغي راسك، دونك كتبغي راسك بالعيوب اللي فيك كلهم، كنتي قصيره طويله سمينه رقيقه وجاك في الحبوب اي حاجه اي حاجه كنتي عندك ديزامبيرفيكسيون في وجهك في الحماك في اي حاجه فيك تكوني متقبلها تكوني انتي باغاها في راسك. دونك ماشي انتي باغا تدرقي واحد الحاجه وما عجبكش في راسك وبغيتي تكون عندك واحد الثقه في النفس وبغيتي الناس حتى هما يتقبلوك بديك الحاجه، راه البنات امبوزي. فالبنات خصك تبغي راسك، بغي راسك بالعيوب ديالك كاملين، كوني متقبله راسك. شي واحد ما كاينش امبوسي تلقاي شي واحد كامل لله سبحانه وتعالى. فالبنات بغيو راسكم، داكشي اللي كتشوفوا في انستغرام تصاور لي فيديو داكشي البنات كذوب في كذوب. دوك لي فيديو ديال الميكاب كتلقاو بنت وجهها صافي ما فيه حتى شي حبه، داكشي كذوب في كذوب. كاملين عندنا ديزامبيرفيكسيون، كاملين عندنا حبوب، كاملين عندنا لاتراز، كاملين شي مرات شعرنا ما كيكونش مقاد كيكون مشنتف، كاملين لاطاي ديالنا ماشي مقاده 100%. حتى شي واحد في هذه الكره الارضيه ما كامل مكمول، كما قلت لكم الكمال لله سبحانه وتعالى. فبغي ليا راسك. البنات غادي ندوز لهذا اللون هذا، كما قلت لكم بغيو راسكم كيف ما كنتو، كوني راضي على راسك، هذه اول نقطه في الثقه في النفس، دونك تكوني كتبغي راسك. فالبنات تقدروا تستغناو على الاي شادو، انا درت هنا غير واحد اللون خفيف هذا، وغادي نزيد واحد شويه ديال اللمعه هنايا، تقدروا حتى تستغناو عليها، ديروا داكشي اللي كترتاحوا فيه. انا غير كنوريكم الماكياج اللي كندير وانتوما ديروا داكشي اللي كترتاحوا فيه. النقطه الثانيه في الثقه في النفس هي تكون عندك واحد الشخصيه ديالك بوحدك، ما تكونيش كتقلدي شي واحد، كوني انت هي انت. درت الجليتر فوق عينيا،
صافي المشهد هادشي اللي غادي ندير وغادي ندير ماسكارا. الثانيه اللي في الثقه في النفس واللي هي ان تكون عندك واحد الشخصيه ديالك، تكوني كتهضري بالاسلوب ديالك، ما تحاوليش انك تقلدي شي واحد، تكوني على الطبيعه ديالك. عرفتوا انا جني وجنوني دوك البنات اللي كيبقاو يتجبدوا في الهضره، حتى ما كنحمش شي واحد باش كتهضر معايا هكاك، راه ما كرهتش نشدها نضربها بها سمحوا لي، ولكن راه ما اقولو حتى ما لعبه. هضري عادي، هضري على طبيعتك، دونك ما تصنعيش، ما تحاوليش انك تصنعي واحد الشخصيه واحد اخرى باش تعجبي الناس. دونك هذه هي الحاجه الثانيه. الثالثه البنات اللي تكون عندكم واحد الراي ديالكم خاص بكم، بحال مثلا كنتي جالسه مع شي جماعه وما عجباتك شي هضره، دونك ما غاديش تسكتي على ديك الهضره، فلان ما عجبتنيش هاد الهضره هذه، يا غادي تبدل هذا الاسلوب، يلا عنو يعاونك. دوك واحد الشخصيه ديالك ما تكونيش غير متبوعه، دونك كل الناس غادي يحترموك، غادي يديروا لك قيمه، غادي يضربوا لك الف حساب. كيما واحد اللي يسمح في حقه، دونك ما صالحاش في هذا الوقت هذه، دونك خصك تكون عندك واحد الشخصيه ديالك اللي تفرض بها الوجود ديالك هكا باش الناس تحترمك. قبل باش ما ندير الماسكارا غادي ندير لونتيسير. بالنسبه لونتيسير البنات اعتمدوه في القرايه، اما الفون دو طون اعتمدوه في المناسبات اولا فشي نهار كنتي خارجه مع صحاباتك ولا بغيتي تجي سبيسيال. فالقرايه بالنسبه ليا كتفي، وغير بالكونسيلر في البلايص اللي عندكم فيهم المشاكل ولا لا ساغن باركه. دونك الكونسيلر انا كنديرو بهذه الطريقه، هذه كندير هنايا هنا هنا هنا، وفي البلايص اللي عندي فيهم مشاكل بحال مثلا الحبوب لا طاج وداك الشيء. دونك فوالا. وحاجه اخرى البنات، كانت واحد البنت قالت لي الهضره ديال الناس، ناس كتهضر تهضر، سوا درتيها زوينه سوا درتيها خايبه، اللهم ديري داكشي اللي كترتاحي فيه، كون درتوها زوينه درتوها خايبه غير يهضروا فيكم. عرفتوا انا الناس اخر همي قسما بالله، حيت كيهضروا على كل شيء، كيبغيو يحشيو راسهم في كل شيء، واش يدخلوني يفهم في حياتك، ولكن الغالب الله كيبقاو يهضروا. دونك وصافي هادشي اللي كاين، وكون والديك مقتنعين بديك الحاجه اللي غادي ديريها. الشيء الاخر البنات ما يهمك، عارفين شنو عندك لداخل، ما عارفينش شنو كتعيشي، فديري داكشي اللي كترتاحي فيه، داكشي اللي كيريحك، داكشي اللي كيخرجك انتيا في حياتك. انا الهضره ديال الناس والاخبار ديال الناس والمشاكل ديال الناس اخر حاجه كنفكر فيها، انا نتكافي غير مع راسي باش كيفيت مع راسي وما كيفي حد. حكي لينا على كيفاش دوزتي الايام ديال القرايه في الليسي، وكيفاش كانت تجربتك في لافاك. اند اي لاف يو. انا باقا كنقرا في لافاك، ولكن غادي نقول لك التجربه ديالي كيفاش فات داكشي باركور سكولير كما كنقولوا. صراحه الباركور سكولير ديالي كان عادي جدا. في الليسي انا كنت اداب، دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش كنت لاتر ولا سيونس، انا باش كنت اداب. صراحه الليسي كامل ديالي داز زوين، كانوا الناس زوينين، حتى الليسي اللي كنت كنقرا فيه كان زوين بزاف. قبل ما نحكي لكم على الباركور سكولير ديالي كيفاش داز، غادي ندير لابوتغ نفس لابوتغ ديال ابسوليت نيويورك، غادي نديرها تحت لاساغن، وغادي نديرها في الباقي ديال الوجه هكا باش يثبت لينا داك الكونسيلر وما يتحركش. اختي انا فاش كنت كنقرا في الليسي ما كنتش ديك المشاغبه، ما كنتش انا ديك المشاغبه ديال القسم، كنت جابده راسي. دوك 3 سنين ديال الليسي صراحه دازو زوينين بزاف بزاف بزاف. الليسي ديالي كان زوين، البنات اللي كانوا كيقراو معنا حتى هما كانوا زوينين، لي بروف حتى هما كانوا متفاهمين بزاف. عرفتوا راه احسن الايام ديالي دازو في الليسي. عرفتوا والله ما كرهت نرجع لدوك الايامات ديال الليسي. البنات اللي كيقراو في الليسي بروفيتيو، بروفيتيو من صحابكم، بروفيتيو من لي بروف ديالكم، عيشوا الحياه، عرفتوا عيشوا لاج ديالكم، ما تعيشوش شي لاج اكثر من لاج ديالكم، حيت من بعد فاش غادي تاخذوا الباك وغادي تطلعوا لافاك غادي توحشوا بزاف دوك الايامات. صافي البنات من بعد طلعت لافاك. دونك كاين اللي كيقول لافاك ما فيهاش القرايه، بالنسبه ليا انا لافاك الا كنتي باغا تقراي خاصها الحضور. عرفتوا لافاك ديروها في بالكم ديما، لافاك ايغال الحضور. الا ما كنتيش كتحضري دونك بلا ما ديري لافاك، يكون عندكم جروب ديال البنات تخدموا معاهم هكا مع شي بنات فاش يقرب ليكزاما اولا راتراباج، تلاقاو مع دوك البنات وتخدموا معاهم، هكا غادي يعاونكم بزاف انكم تستافدوا، وحتى ليكزاما ما يجيكمش واعري. فالحضور البنات ماشي بالضروري انكم تحضروا، ولكن خاصك تحضري باش تفاليدي. هذه هي لافاك البنات، لافاك ايغال الحضور وايغال القرايه، خاصك تقراي. المهم البنات دابا غادي ندير هذا البلاش، هذا كيفاش كيجي، سميتو لاف بلاش ديال كيس بيوتي. اي بلاش البنات تقدروا ديروه، انا كيعجبوني هاد لي بلاش اللي كيكونوا بحال هكا،
اللون ديالهم خوخي بيش كيجيو زوينين مع السمرات وحتى مع البيضات. تقدروا ديروا اي بلوش كيعجبكم ماشي بالضروري هذا. وندير واحد شويه هنا في النيف باش يبان داكشي طبيعي. نصائح المذاكره او المدرسه اللي غادي نقدر ننصحكم. اول حاجه فاش غادي تدخلي للمدرسه فاش غتجي للدار غادي تنظمي الوقت ديالك، غادي تكتبي في واحد لاجوندا ها شنو غادي ندير ها شنو غادي ندير فاش نجي للدار، داكشي يكون عندك منظم. حتى التليفون دير له الوقيته ديالو. واحد الصحابات اللي كيكونوا كيقراو مزيان اولا شي جروب يكونوا كيقراو مزيان تبقاو تبريباريو معاهم. بالنسبه للبنات اللي عندهم الباك اولا بالنسبه للبنات اللي بحالي في لافاك يكون عندكم شي جروب اللي كيقراو مزيان اللي موتيفيوكم اللي يخليوكم تزيدوا القدام. دونك هذه الحاجه مهمه بزاف الا بغيتوا تزيدوا القدام في القرايه ديالكم. اخرى البنات تجلسوا نتوما الاولى سواء كنتي كتقراي في لافاك سواء كنتي كتقراي في الليسي ولا في الكوليج، والا جلستوا في بلاصه ثانيه ما غاديش تكوني مركزه، ما غاديش يكون عقلك 100% حاضر مع البروف. عكس الا كنتي كتجلسي لقدام فغادي تبقاي مكونسونطريا مع البرو، ما غادي تزقلي حتى شي حاجه كما كنقولوا. فحاولوا انكم تجلسوا لقدام اكزامه تبقاي عاقله هذيك المعلومه حتى الا ما كنتيش حافظه، المهم تكوني فاهمه. اللي غادي تجي تراجي غادي تجيك ساهله. عكس الا كنتي كتجلسي اللور فما غادي تفهمي حتى شي حاجه. دونك غادي اعتمدوها ديما في قرايتكم سواء كنتي كتقراي في الليسي سواء كنتي كتقراي في لافاك، ديما جلسوا نتوما الاولى وحاولوا انكم تفهموا قبل ما تحفظوا. دابا الماسكارا، الماسكارا ديالي اللي كنديرها اللي هي هذه اسونس هاد الغوز. دونك فوالا كيفاش كتجي زوينه بزاف. كاع لي ماسكارا ديال اسونس زوينين. راه ديما خدموها بحال هكا بحال تمشيو الماسكارا هكا باش عينكم تجبد. هانتوما البنات شفتوا الطريقه. بروميير جوغ فلافاك ولا ليكول زعما شنو نوجدوا كيفاش نستعدوا باش نرجعوا مره اخرى وحنا اكتيف. قولوا ان هذا العام الجديد غادي يكون احسن من العام اللي داز. قولوا اننا غادي نخدموا اكثر واكثر وغادي نعطيو اكثر احسن من العام اللي داز هكا باش تموتيفاو. الا بغيتو تفاليديو في لافاك خصكم تكونوا كتحضروا. كيفاش تستعدوا النهار الاول؟ هذا هو الميكاب اللي درت لكم سيروا به. مشيوش بشي حاجه شارجي بلا طالون مانيش عارفه، لبسوا عادي تريكو سروال سبرديره وسيروا تقراو. ايوا صافي هادشي اللي كاين وهادشي اللي نقدر نقول لكم. دابا غادي ندير الغوج ا ليفغ ديال اسونس اللي كتسولوني عليه بزاف. لا ريفيرونس ديالو زوج هو البنات. دونك غادي نديرو صراحه زوين هاد الغوج ا ليفغ كيعجبني بزاف وكنديرو ديما. وصافي البنات هذا هو الميك اب ديال هاد النهار. هذا تقدروا انكم تعتمدوه في المدرسه اولا الا كنتو خارجين في شي خرجه تقدروا انكم تستغناو على الفاغ بوبيير. انا كيعجبني نديرو انا في الصباح فاش كنكون غاديه نقرا في الصباح ما كنديرش فاغ بوبيير. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. نتمنى يعجبكم الميك اب. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير وكنتمنى لكم مسيره دراسيه موفقه واخا ما عنديش مع الصوت بزاف. وما تنساوش انكم تدخلوا الانستغرام ديالي خلي لكم هنايا وديروا جيم هكا باش يطلع الفيديو باش يشوفوه بزاف ديال البنات. كنبغيكم بزاف. باي باي.